السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو يلقاكم في صحه جيده وتكون احوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد البنات، جليل بجداد كما العاده، اخر ما كاين في الخياطه، اخر ما كاين في اللوينات لي طوندونس لهاد السنه، هذه سنه 2024. المهم البنات اللي بغاو يوجدوا جليبات للصيف ولا جليبات هكا العيد الاضحى المبارك ان شاء الله، فهاد الفيديو مخصصه لكم، يعني راه جبت لكم البنات اخر ما كاين البنات في الخياطه. غتلقاو في هاد لا فيديو هذا مجموعه من الجليبات، يعني مجموعه يعني منوعه، فانا اختارت لكم البنات جميع انواع الخياطه. غتلقاو هنايا جليبات ديال راندا، غتلقاو كذلك جليبات بالبرشمان، غتلقاو الزواق ديال المعلم، يعني اي حاجه كتقلبوا عليها فغتلقاوها ان شاء الله في هاد لا فيديو. ما تمشيو فينا البنات، كما كتشوفوا جليبات هماويين راقيين البنات، صراحه فنين ما شاء الله. المهم البنات ما تنساونيش كما عودتوني دائما، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، هكا كتشجعوني وتحفزوني دائما نقدم لكم كل ما هو جديد. البنات اللي اول مره كيزوروني او لا اول مره كيشوفوا القناه، فانتوما مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش حتى نتوما تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم البنات قبل ما نخليكم على فيديو، بغيت نوضح واحد الحاجه، يعني كيجيوني بزاف ديال لي كومونتير، بزاف كيجيوني شحال الثمن وفين كاين المحل. المهم البنات انا بغيت دائما راه دائما كنجاوبكم، كنقول لكم بانني انا راه ما كنبيعش البنات وما عنديش محل، يعني ما كنبيعش جليلبات، انا فقط كنحط لكم هاد جليلبات هادو للاستفاده البنات فقط، لان هناك بزاف ديال البنات كيبغيوها كيخيطوا يبغيو يخيطوا جليلبات، فما كيعرفوش اشنو اللي دارج اشنو الجديد مثلا شنو غيقدروا يديروا فكيحيروا. هكا انا البنات كنحاول نجمع لكم هكا جليلبات يعني اخر ما كاين باش تسهل عليكم القضيه البنات، يعني باش تجيكم ساهل. هكا كتشوفوا الموديلات كتختاروا منهم اللي يعجبكم، وهكا البنات كتخيطوا يعني على الذوق ديالكم، كتخيطوا حاجه على الذوق ديالكم واخر ما كاين والجديد اللي دارج لهاد السنه هذه. المهم البنات هادشي اللي كاين، سمحوا لي بزاف الا ما جاوبتش بعض المرات على التعليقات، فبعض المرات ما كنشوفهمش اولا راكم عارفين البنات. المهم هادشي اللي كاين، بغيت غير نوضح لكم هاد المساله هادي. صافي البنات هادشي اللي كاين، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد، جليلبات جداد كما كنعودكم دائما يعني بالجديد، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وخليتكم على خير.